السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أصدر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول الوضعية العامة لحقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2016، وتطرق التقرير لمختلف المجالات الحقوقية في البلاد خلال العام المنصرم، وشارك في عرضه بنواكشوط عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين. أكد الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز أن البلاد ستجري استفتاء دستوريا في غضون الأشهر القادمة. وقال العبد العزيز خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية أن إجراء الاستفتاء الشعبي الهدف منه احترام مخرجات الحوار الوطني الذي قال إنه كان شاملا بنسبة 90%. وأكد العبد العزيز على احترام الدستور، مضيفا أنه سيغادر السلطة في عام 2019. اختتمت في العاصمة نواكشوط النسخة الخامسة من مسابقة الماهر بفهم القرآن الكريم، منظمة بالتعاون بين الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن وجمعية التعاون للأعمال الخيرية. ويشارك في المسابقة العشرات من حفظة القرآن الكريم يمثلون مراكز ومحاضر مختلفة لتحفيظ القرآن. علقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة بلجيكا التعاون الثنائي بينهما في المجال العسكري، وقد سلمت سلطات كينشاسا رسالة للملحق العسكري بالسفارة البلجيكية لديها أطلعته فيها على تعليق التعاون العسكري مع بلاده. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة السادسة. نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله، أطيب المنى.